بفيديو اليوم يا منموت يا منعيش. اكيد حضرانين سكويد جيم، سو هلا عم نعمل الحلاوه تبعيته. مش شايفين عم نحط سكر، عم ندوب بالسكر، بلش يدوب شوي. شوف صار عندنا هون وحده اثنتين ثلاثه اربعه. مين كسر هاي؟ مو انا، لا حدا كسرها منكم. كيف ما حدا كسر لحاله يعني؟ شوف مين كسرها. والله مو انا. طبعا يعني انا الفلزبجيه حركت السكر وقع كلياته، وشوفوا هلا كيف عم يدوب على الغاز. كيف بيتنظف هلا؟ ما بعرف، تبهدلنا الصراحه يعني. شوفوا شو عم يصير، ريحة الحرق فظيعة، الله يستر. قعدنا نحاول نطفيها وطفينا الغاز والحمد لله يعني. بس هذا جزء من الطبخة، ما عليكم. تحطوا بيكنج باودر، نتفي ما تكتروا. وي 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 وي، رشة بسيطة. طبعا هي ابدا ما كانت رشة بسيطة، بس خلينا نقول انها كانت رشة بسيطة. هاي راح تطلع احسن. يا سلام، شوفوا كيف هيك ببلش ينفش كأنه كريمة. 1 2 اوكي اوكي. واو طلعت دائره. حاولي كمان نصها. ما اظن. اوكي هلا رح ننطرها لتنشف ونعمل رقيق. بس ليش ما عملنا بدنا اياها؟ بدنا نعمل الشيب اللي بقلبها. شو الشيب اللي بقلبها؟ هلا اول شيء اضغطوا عليها لحتى تعمل. ضغطنا عليها مشي الحال، خلص صارت رقيقه. جمدت صح؟ لزقه. اوكي خلينا لزقه بالنص. هدول الاشكال اللي شايفينهم اكيد شايفينهم ظابطين، مو مثل تبعونا، بس لانه اخوات رند وجودي هن اللي عملوهم. سو المهم هاي الملزقه لنا المحروقه لنا. السلام عليكم، انا رند وانا جودي وانا احمد وانا كارولين من قناه دراتيز. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. هذا الفيديو عباره عن لعبه السكويد جيم. اكيد اغلبكم شافوا المسلسل. مين شافه؟ اكيد يعني. كلنا ما شفته. اكيد يعني. قصدي بعرف اللعبه بس ما بعرف. ما شفت المسلسل. شفته انا لحد ما شفت المسلسل. شو رايك فيه؟ انا وكارولين شفناه مع بعض، وهي طبعا نص الوقت نايمه والنص الثاني عم متعلق. هذا شو هذا شو؟ اوه ماي جاد. المهم في موت بهالفيديو او شو؟ يعني ممكن يكون في موت، ممكن يكون في عقاب. انا قالوا لي تعالي هني في اكل. حتاكل بس تخلص حتاكله. لو ما مثل ديزرت. ما وافقت على هاي الشيء. وعندي هون اربع ورقات، في عليهم اثنين رقم واحد واثنين عليهم رقم اثنين. رقم واحد يعني القلب، ورقم اثنين يعني البطن. اظن القلب اسهل. اي ايد بدك؟ يمين. اوكي. او ماي جاد، طلع لي البطه. البطه صعبه. احمد اي ايد؟ يسار. اوكي رقم واحد. لا لا بعدين عندنا هدول الدبابيس الصغار، كل واحد مننا راح ياخذ وحده وراح نبلش. يعني هي هو الشكل تبعي القلب. هذا هو شكل البطه. شو بتتوقعوا اي اصعب، البطه ولا القلب؟ اكيد البطه. اكيد البطه. مش هاي بلشنا. يا عن جد صعبة. كنت مفكرة. اوه ماي جاد احمد هيخلص. قولي والله كيف يعني؟ كسرتها. بس هون كسرت. ما بصير. كسر كسر. لا كسرت عقب ما طلع. يا اخي تعيت كثير علقة. جايز. لا خسر. خسرت. اوكي لازم اوصو صح؟ احمد خسر. هذا شو هذا؟ هذا انكسر. انكسر الشر. طيب يلا بس بس بحب لك مره ثانيه اوصي. خلاص لازم تبطل. مره ثانيه اوصي. خلاص يعني لازم تغض المغمض عيونك كل الحلقه. والله لا والله تبعك كثير صعبه. بتعرفي شو المشكله؟ انا ضغطت عليها من فوق. شكلها جودي راح تفوز. على فكره هون كثير صعبه، شوفوا عند انفو مستحيل اقدر اعملها. هي راحت ذكيه، راحت ماشي عند الانف قبل ما تكسر هاي علشان يكون في. والله فيها تكتيك، فيها تكتيك، الموضوع فيه تكتيك. نو مكسور مكسور مكسوره. اي سوير تو جاد جايز والله ليك. والله لما فتت كانت بيرفكت، ما بعرف كيف شلتها قام توقعت. بس والله تبعيتي احسن. شنو تبعيتك احسن؟ شوفوا شوفوا نفس الشيء. مين احسن؟ يلا انت احسن. هي احسن بس انا ما تكسرت واكلتوها. الى اللقاء يا جماعه في جنات النعيم.
هدول اللي جايبينهم كثير صغار 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 انت طالع يا سلام يا سلام اوه بس عندك القلب اصعب اوكي 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 ركز كسرت تبعيتي يا شباب بس شو هي كسرت انكسرت لا هي كسرت هي اللي فازت كسرت تبعيتي يا جماعة او سوا او سوا يلا واحد بيت لا شوفي انعاطب انعاطب اللي انكسرت بالنص على الاقل احنا كنا طلعناها صح لا شو دخلني ايه صح لازم لك عقاب لا لك لا 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 انت اللي كسرتيها هي تبعيت جودي هي تبعيت رند هي تبعيت احمد وهي تبعيت كلهم بتوقع يعني واضح الزفت مين واضح انه زفوني 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 اوكي خلوني زفه مره ثانيه انتوا كيف بتحددوا انه انا لازم اتعاقب ما عم بفهم انت خسرتي اكثر شيء وقاعدين عم يتناقشوا انه انا حبيباتي انتوا كمان خسرتوا بده يتعاقب بده يتعاقب معي ماشي مين اللي بيحكي كارولين سوري نحن نحن يوتيوب دبلوماسي انا بحب الدبلوماسيه صح واضح بسم الله الرحمن الرحيم افضتني شو مسوي اوه ماي جاد لا 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 ما بيزبط كاتشب مع مع حلو قررنا نحط كاتشب على شو هذا سكر صح سكر محروق سكر محروق وكاتشب انت اوه نعمل لك سندويشه صراحة احنا فقدت صدق ممكن يطلع طيب ما بتعرف انا صرت بقرف من الكاتشب من الفيديوهات اللي مع الكاتشب yeah. خلص معناها متعوده يلا خديها لا بليز ولا ما شكلها ستروبري شكلها ستروبري صح صح تخيلي هيك صوص ستروبري راح كون كفو باللعبه تمام واكل منها تمام حطت فيها كاتشب زياده يلا جاهزين كليه كليه بلعيه اشتركوا في القناة لو بدكم يوتيوبر ثانيين يروحون المستشفى اكتبوا من اليوتيوبر اللي بدكم يكون ضحية ثانية في قناة الداتيز قنوات احمد وكارولين رح تكون تحت في الديسكريبشن بوكس انزلوا اشتركوا فيهم وشو كمان شو عنا انت ليش عم تشرب انت شنو عمرك انت انت هاي جدتي ما تسوي هالحركة بنحبكم كثير يا احلى ناس وسلام مع السلامة باي باي